السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنعرض لحضراتكم مسرحية من المسرح الإغريقي القديم اسمها The Oresteia. The Oresteia هي ثلاثية، يعني ثلاث مسرحيات معا، لأول مسرحي إغريقي اللي هو إسكيلوس، هو يسمى بأبي التراجيديا الإغريقية، يعني هو اسمه أبو التراجيديا الإغريقية، The Father of Greek Tragedy، لأنه أول تراجيديا، أول مسرحي تراجيدي في التاريخ اليوناني يعني، وبالتالي في أوروبا كلها في الغرب يعني. قبل ما أقدم المسرحية ديت، على مدى الأسبوعين الماضيين أنا قدمت ملحمة الإلياذة وملحمة الأوديسة، وكما نعلم كما شرحت في الملحمتين دول، ملحمة الإلياذة انتهت بموت هكتور وبدفنه، ولم تتطرق إلى سقوط طروادة، مدينة طروادة تروي، ولا نعلم ماذا حدث بعد سقوط طروادة إلا من المسرحيات الأخرى. يعني نجد في مسرحيات أخرى بقى سوفوكليس ويوريبيديس ومسرحيين آخرين، سأقدم هذه المسرحيات فيما بعد إن شاء الله، يوريبيديس وسوفوكليس سأقدمهم فيما بعد، لأن ملحمة الأوديسة بدأت برحلة عودة أوديسيوس إلى مدينته إيثاكا وإلى زوجته بينولوبي وابنه تيليماكوس. التفاصيل بقى كيف سقطت طروادة وما يعني وما حدث بعدها سنعرفه من مسرحيات أخرى. على سبيل المثال مسرحية النهاردة أو الثلاث مسرحيات اللي هنعرضهم النهاردة اللي بتتحدث عن أجاممنون فقط وعن عائلته وأسرته بعد عودته إلى بلدته أرجوس. فيعني على الأقل دي هتبقى مجرد لبنة كده توضع كي تكمل لنا شيئا من الصورة، ليس كل الصورة ولكن جزء من الصورة. وفي الحقيقة يعني أنا أرى أن من المهم جدا أن يعني أن نعلم وأن نعرف وأن يكون لدينا دراية بالأدب الإغريقي القديم والفلسفة الإغريقية القديمة والفن الإغريقي القديم إن أردنا أن نفهم الفكر الغربي الحديث والمعاصر، لأن فعلا الفكر الغربي الحديث والمعاصر ما هو إلا كتابات على هامش الفلسفة اليونانية القديمة. كل فكرة وكل شيء قيل منذ العصور الوسطى حتى الآن سنجد له أصلا في فلسفة ما قبل سقراط وفلسفة سقراط، فلسفة أثينا سقراط وأفلاطون وأرسطو، سنجد لها صدى في تلك الفلسفة. ولذلك أنا قدمت 10 محاضرات عن فلسفة ما قبل سقراط فقط، استعرضتها بشكل يعني مقتضب ولكنه ليس مخل أظن يعني أو آمل. وأيضا قدمت عدة حلقات عن الأداء، عن الفن اليوناني والفن الروماني وانتهيت منهم. فأيضا من المهم أن نلم بشيء من الأدب اليوناني القديم كي تكتمل صورة في أذهاننا ونكون يعني أكثر قدرة على فهم الفكر الغربي منذ العصور الوسطى حتى الآن. ولذلك سنبدأ إن شاء الله النهاردة بأول مسرحي إغريقي تراجيدي هو إسكيلوس، المسمى بأبو أبو المسرح التراجيديا، أبو التراجيديا الإغريقية، The Father of Greek Tragedy، وهو إسكيلوس. إسكيلوس ولد في 525 قبل الميلاد وقيل 524، وتوفي في 455 قبل الميلاد وقيل 456، يعني تقريبا عن 70 عاما. العمل النهاردة أوريستيا هو يسمى بالثلاثية، يعني it's a trilogy of Greek tragedy، يعني ثلاثية من التراجيديا الإغريقية، تراجيديا اليونانية، وهي ثلاثية لأنها ثلاث مسرحيات، هي ثلاث مسرحيات كتبت أو صدرت في كتاب واحد، على الرغم من أن من إسكيلوس
كتب مسرحية رابعة على أن يعني تكمل هذه الثلاثية، وهي ثلاثية لأنها قصة كل مسرحية تكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا. وفي الزمن الذي عاش فيه إسكلس كان في فصل الربيع كان يقام كل عام مسابقة لكتابة المسرح ومسابقة للشعر، فكان دائما يشترك، وكان دائما يعني قيل بأنه كان دائما مسرحياته تفوز بالجائزة الأولى. وهناك من يقول لا، ليس كل مسرحياته فازت بالجائزة الأولى، ولكن يعني هذه ليست نقطة يعني نقف عندها. أعماله كلها ضاعت مثل كل الكتاب والشعراء والمسرحيين في ذلك الوقت، ولم يتبقى من كتاباته إلا سبع مسرحيات مهمة. ومسرحية اليوم يعني مش لازم نقول الأهم، ولكنها مسرحية مهمة جدا، وزي ما قلنا هي ثلاث مسرحيات يكمل بعضها بعضا، وكل مسرحية عبارة عن فصل واحد، والفصل المسرحية الثانية تكمل القصة وهكذا. فالمسرحية الأولى في هذا الكتاب اسمها أجاممنون، وأجاممنون يعني كما نعلم هو أخو منيليوس، هو زوج هيلين، منيليوس زوج هيلين بعد خطف هيلين، يعني ذهب لطلب العون من أخيه أجاممنون وبدأت الحرب. أجاممنون كان قائد الجيوش اليونانية حتى سقوط تروادا. فالفصل الأول يتحدث عن عودة أجاممنون، وسنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله أو بشيء من التفصيل. المسرحية الثانية اسمها The Libation Bearers. The Libation Bearers. Libation يعني يعني سكب أي سائل، سكب الخمر مثلا في على قبر إنسان ميت يكون هيرو بطل الميت، فهو تعتبر شعيرة مقدسة من الشعائر المقدسة أو الطقوس، نقول طقس ديني مقدس في تلك الأوقات، يعني لتكريم الميت يعني عند قبر أو ضريح الميت، خاصة لو كان هيرو بطل زي أجاممنون. ف The Libation Bearers هنا الحاملات يعني هذه الكؤوس التي تسكب، كؤوس الخمر على سبيل المثال التي تسكب على قبره. المسرحية الثالثة اسمها يومينيديس. يومينيديس معناها ترجمتها هي كلمة يونانية معناها The Gracious Ones. Gracious Ones يعني الرؤوفات، العطوفات، الكريمات، لأنها بتتكلم عن شخصيات نسائية يعني سنتحدث أيضا عنها. ممكن نبدأ يعني نحاول نعطي نبذة عن وملخص سريع لكل مسرحية. أجاممنون في كل مسرحية على فكرة بتبدأ بي أو ويتخللها كثير من القصائد اللي بتنشد من قبل كورس، يعني في كورس كده بيظهر ويبدأ في يعني في نشد أو إلقاء شعر، وهذا الشعر بيعطينا نبذة عن خلفية الأحداث، ماذا سيحدث أو ماذا حدث، أو بتعلق عما يحدث في اللحظة الراهنة وما إلى ذلك من حين لآخر، سواء في بداية المسرحية أو في وسطها أو في آخرها. يعني في أجاممنون بدأ الكورس موجودين في البداية في حارس الأول بيتكلم، وبعد كده هم بيتدخلوا على طول بالكلام. وأيضا في The Libation Bearers المسرحية الثانية بتبدأ بأوريستيز، ولكن هم أيضا على طول بعدها أيضا بيتكلموا، فواخدين جزء كبير جدا من كل مسرحية. فالمسرحية نقول ملخص سريع لها، تتحدث عن عودة أجاممنون من طروادة إلى مدينته أرجوس ولقائه بزوجته، وسيكون معه كاساندرا. وكاساندرا زي ما احنا عارفين هي ابنة ملك برايم. برايم هو ملك تروادة، ملك تروي،
وهذه كاساندرا هذه كانت عرافة، منذ صغرها كانت تلقي بالنبوءات، وهي التي حذرت من باريس عند مولد أخيها باريس، هي التي حذرت وقالت اقتلوه لأنه لو عاش ستحترق ترواده، ولأن أباها كان يعلم بأنها عرافة وتستطيع قراءة الطالع، أمر أحد حراسه بإلقاء برايم من فوق الجبل، ولكن الحارس لم يلقه، وفي راعي غنم عدى وشاف الطفل فأخذه ورباه، وباريس كبر، وبعد كده رجع الملك اتعرف عليه. المهم يعني القصة هتلاقوها زي ما أنا شرحتها في ملحمة الإلياذة. وأبولو كان وقع في عشق كاساندرا، ولكنها لم تبادله حبا بحب يعني، فهو أبولو غضب وألقى عليها لعنته بأن تلقي نبوءاتها ولا يصدقها أحد. بعد انتهاء الحرب أجاممنون أخذها كرهينة. طبعا في تفاصيل كثيرة أثناء سقوط تروادة وما حدث بعدها لن أتطرق إليها إلا عندما أتحدث عن مسرحية من مسرحيات سوفوكليس أو يوريبيديس فيما بعد إن شاء الله، يعني هنحاول أتعامل مع هذه الأحداث كل مسرحية على حدة، وإحنا بقى نتعامل مع هذه المسرحيات دي كمجرد كلبنة كده نضعها في الجزء الشاغر كي نفهم الأحداث التاريخية وما وهذه الملحمة ماذا حدث يعني فيها. فأجاممنون أخذ كاساندرا يعني كأسيرة حرب وعاد بها وعرف على زوجته. زوجته كانت تنتظر يعني في مدينة أرجوس. زوجته كليتمنسترا يعني ستقابل كاساندرا بود وستعاملها بشكل جيد يعني، ولكن سنكتشف بأنها تريد قتل والانتقام من أجاممنون اللي هو زوجها. ليه بقى؟ لأنه ضحى بابنته عند بداية الحرب، يعني منذ 10 سنوات مع بداية الحرب على تروادة، وبعد أن يعني جيشوا الجيوش واجتمعت الأساطيل للإبحار نحو مدينة تروادة، لم يكن هناك ريح، لم يكن هناك ريح كي يعني تدفع السفن. يعني أحد الكهنة قال إن الحل هو أن يقدم أجاممنون أضحية، أن يضحي بابنته. وبالفعل قام بالتضحية بابنته بأن كتب لزوجته كليتمنسترا، كتب لزوجته كليتمنسترا بأن ترسل إليه ابنته. ابنته كانت ابنته بقى هي تعتبر الكبرى في ذلك الوقت، وقال لها يعني ضحك عليها وخدعها يعني، وقال إنه سيزوجها إلى أكيليس. أكيليس اللي هو المحارب اللي يعني أشهر من نار على علم يعني، ولكنه كان يضمر لها القتل، وبالفعل قتلها، قدمها قربانا وأضحية كي ترضى الآلهة ويعني ترسل favorable winds يعني رياحا طيبة. وبالفعل هذا ما حدث. فهي طبعا أضمرت له هذا وقررت الانتقام منه. فعندما عاد فعلا انتقمت منه، كان يستحم في بانيو في الطب، فدخلت عليه وطعنته وهو يستحم وقتلته. وبعد كده هي وإيجستوس حكم مدينة أرجوس. في ناس تنطقها إيجستوس وفي ناس تنطقها إيجستوس. الأسامي اليونانية فيها مشكلة، إن كل اسم له على الأقل نطقان أو ثلاثة، النطق اليوناني، ونيجي على النطق الإنجليزي نجد إن في نطق البريطاني أحيانا بيختلف عن النطق الأمريكي، فكل اسم نجد ليه على الأقل نطقان إن لم يكن ثلاثة. المهم فمسرحية أجاممنون بتنتهي هنا، بتنتهي بأن زوجته تقتله وهي التي تحكم مدينة أرجوس مع رفيقها الذي يعني ساعدها أيضا وهيأ لها في قتل أجاممنون إيجستوس.
المسرحية الثانية اللي هي The Libation Bearers اللي هم حاملات الليبيشن الخمر مثلا أو السائل المقدس أو ما إلى ذلك اللائي يسكبن هذا السائل الخمر على قبر الميت أو على ضريح الميت. في المسرحية دي بقى بنجد إن البطل والبطلة إلكترا اللي هي إلكترا هي ابنة أجاممنون وابنه الأساسي أوريستيز. أوريستيز هيكونوا عند الاثنين هيكونوا عند الضريح بتاع أبوهم يعني بيصلوا عليه يعني وبيدعوا له كده يعني. فأوريستيز هيقول لإلكترا أخته إن لديه أمر من أبولو أن ينتقم لأبيه ينتقم من قتلة أبيه. وهم طبعا عارفين إن الذي قتل أباه هو أمه نفسها هي اللي قتلت أباه. ففي بقى الكورس أيضا يدخل ويعني بينشد قصائد كتيرة. وبعد كده بعد ما يقرروا بعد أن يقرر قتل أن يشترك معا في قتل أمهما سيذهبان إلى القصر. إلكترا ستكون داخل القصر ولكن أوريستيز سيتنكر في زي واحد غريب سترينجر. وعندما يقترب من القصر ستكون الملكة موجودة كلايتمنسترا هي التي ستقابله ولن تتعرف عليه ستظن فعلا أنه غريب. ويعني أيضا ستقابله بمنتهى الترحاب ويعني تعرض عليه الاستضافة وكل ما يريد. ولكنه سيذهب لقتل سترسل الحراس لاستدعاء زوجها اللي هو كان أصبح يعني حاكم المدينة أيضا معها اللي هو إيجستوس. في لحظة غياب الحراس ديت سيذهب أوريستيز ويقتل إيجستوس ثم يعود ويقتل أمه. والحوار بقى في هذا المشهد حوار جميل جدا وهي بتقول له يعني ستقتل أمك وهو يقول لها أنت التي قتلت نفسك. حوار جميل. والمسرحية بتنتهي بأن فعلا قتلها وستبدأ بقى الفيوريس دول اللي هم يعني جنيات غاضبات. فيوريس يعني الغاضبات الجنيات الغاضبات يستخدمن دائما لعقاب أي مجرم يرتكب جريمة. فهذه الجنيات يستخدمن لعقاب لمطاردة هذا المجرم ولعقاب. فروح كلايتمنسترا يعني سلطت وطلبت من الجنيات هذه العفاريت دي الأرواح الغاضبة ديت اللي بتعاقب المجرمين أنها تطارد ابنها وتنتقم منه. وهذا هو موضوع المسرحية الثالثة. المسرحية الثالثة بقى كلها اللي هي يومينيديس هي عبارة عن تعقب هذه الجنيات الغاضبات الفيوريس خلينا نسميهم فيوريس تعقبهن لأوريستيز. وأوريستيز سيطلب العون من أثينا من الرب أثينا وهي بالفعل ستقيم محاكمة أوريستيز وستبرئه في النهاية. يعني كل الموجودين الحاضرين الآلهة الحاضرة في المحاكمة دي سينقسمون فيما بينهم نصف يقول بإعدام وقتل أوريستيز والنصف الآخر يقول لا يعدم. فهي رأيها هو بقى سيكون الرأي الفاصل رأي الفيصل. فهي ستقول بأنه لا يعدم وستبرئه. فالفيوريس دول بقى يعني سيكون غاضبات جدا
ولكنها ستنجح في امتصاص غضبهن وتطلق عليهم اسم The Gracious Ones أو اسم المسرحية الثالثة اللي هو يومينيديس. يومينيديس يعني معناها باللاتيني الرؤوفات العطوفات، فهي كأنها ستطلب العفو عند أو العفو عند المقدرة، يعني ستنجح في امتصاص الغضب منهن. والمسرحية ستنتهي بأن الكورس بقى يبدأ في الغناء لهن. والمسرحية دي حقيقة يعني أنا شايفها من ناحية الحوار بتاع الحوار قوي جدا، ويعني أنا في نظري هي الأقوى. وبتنتهي يعني بأن الكورس والنساء في المدينة يغنين لهاته الفيوريس الربات أو الجنيات الغاضبات، ويعني يتمنين أن يسود السلام في المدينة بين أثينا وشعب أثينا، الرب أثينا يعني مش المدينة، الرب أثينا والشعب كله يعني، وبين هذه هؤلاء الجنيات المتعقبات لكل مجرم. وأصبح اسمهن فيما بعد على اسم المسرحية الثالثة ديت يومينيديس، أو المسرحية أصبحت تسمى باسمهن. المسرحية فيها بقى يعني نقدر نقول بعض المواضيع اللي بتناقشها، يعني المسرحية الأولى والتانية بيناقشوا موضوع القصاص عن طريق الانتقام. لأن في المسرحية الأولى أجاممنون، مسرحية أجاممنون، نجد أن زوجته كلايتمنسترا نجد أنها انتقمت منه، فهي يعني أخذت القصاص لابنتها، هو قتل ابنتها وابنته هو أيضا يعني قتلها بكل قسوة يعني، فهي انتقمت لابنتها منه قصاص عن طريق الانتقام. فيجي ابن أجاممنون وينتقم لأبيه من أمه أيضا قصاص عن طريق الانتقام. الموضوع الثاني هو القصاص عن طريق العدل، وهنا أثينا أقامت هذه المحكمة وأصدرت حكمها بتبرئة أورستيز بتبرئته، وهي هنا بقى تكون يعني أسست للعدل عن طريق المحاكمة وليس عن طريق الانتقام. لأن لو ظلت كده زي كده بالضبط فكرة الثأر والانتقام اللي كانت موجودة في جنوب مصر الفترة ماضية يعني، ولكن خاصة في لغاية بدايات القرن العشرين يعني ما كانتش لسه مستمرة، ولكن بعد ذلك القانون هو الذي أصبح هو الغالب وهو الذي ساد وأصبح هو المسؤول عن إقرار العدل وعن القصاص. فهي أثينا هنا هي التي أسست لهذه الطريقة من العدل، طريقة المحاكمة القانونية وإنهاء أو وضع نهاية للانتقام وللثأر. فده موضوع أيضا مهم. والموضوع الثالث أيضا موضوع الانتقام بشكل عام اللي بنجده زي ما قلت في المسرحية الأولى والمسرحية الثانية. يعني بقى أن نقول يعني أن كلايتمنسترا اللي هي زوجة أجاممنون انتقمت لابنتها، يعني ما قلتش اسم الابنة، اسم الابنة هو إيفيجينايا هو ده اسم الابنة التي قتلها أجاممنون أبوها. في تاني ممكن نذكره، أكيد في تفاصيل يعني لم أذكرها، ولكن يعني في بعض الـ يعني الكوتس الجميلة اللي ممكن نقراها كده سريعا. يعني على سبيل المثال في مسرحية أجاممنون المسرحية الأولى صفحة 106 في بعض العبارات الجميلة، هي شعر كلها عبارة عن شعر طبعا، هي مسرحية شعرية. يعني مثلا في السطر 73 و74 البيت رقم 73 و74 يقول and now it goes as it goes and where it ends is fate and now it goes as it goes، يعني تسير الأمور يعني كما في داع الأمور
دع الأمور تسير في نصابها الطبيعي، يعني أو الأمور تسير في نصابها الطبيعي، and where it ends is fate. وفي النهاية الأقدار هي التي يعني ستكون سيدة الموقف. يعني ده أيضا بيتين دول ألقي على لسان الكورس. أيضا في بيت آخر في نفس الصفحة، البيت رقم 90 89 88 87، من 87 ل 90، أربع أبيات جمال جدا. برضو الكورس هو اللي بيقولوا and we are aged past aging، يعني هرمنا فوق الشيخوخة اللي احنا فيها، يعني هرمنا بشدة. gloss of the leaf shriveled، gloss of the leaف يعني لمعان الورقة، ورقة الشجر، لمعان أوراق الشجر، shriveled ارتع ذبلة shriveled يعني ذبلة، يعني احنا ذبلنا، هرمنا وذبلنا. three legs at a time we falter on، الإنسان لما بيكبر بيمشي على عكاز، ويعني يتعثر في مشيته بهذا العكاز العصا. old men are children once again، والشيوخ الناس الكبار في السن are children once again، يصبحون أطفالا مرة أخرى. أربع أبيات جمال. أيضا في صفحة 111 نجد أيضا في النهاية خالص، في نهاية الصفحة يعني السطر 254 و255 أو قبلها يعني 252 السطر رقم 252 يقول and we suffer and we learn. يعني الجملة ديت بتعبر عن أن الإنسان بيتعلم من خلال المعاناة، وطبعا التراجيديا يعني لازم يكون فيها معاناة. فكل التراجيديات الجريكية الإغريقية القديمة نجد فيها الفيت، فكرة الفيت والمعاناة بشدة، والقدر يتدخل في صنع أحداث غريبة، والشخصية الرئيسية تتعلم وتنضج من خلال عن خلال هذه المعاناة، وتتألم طبعا من خلال هذه المعاناة. فهذا السطر أيضا يعني يوضح هذه الفكرة. أيضا في ندخل على المسرحية الثانية The Libation Bearers، صفحة 202 على سبيل المثال، 202 نجد أوريستيز بيقول إن so she commands Apollo the seer who's never lied before. بيقول إن أبولو هو الذي أمره بأن ينتقم لأبيه، وبيكلم أخته بقى، فبيقول the plan is simple، الخطة بسيطة، خطة القتل. my sister goes inside، أختي تذهب إلى داخل القصر. and I have her keep the bond with me a secret، يعني نحتفظ بهذا الأمر كسر. they killed an honored man by cunning، هما على أمه والشخص الآخر قتلا honored من رجلا شريفا by cunning، بالخداع والمكر. so they die by cunning، ولذلك لابد أن يموت بالخداع أيضا. caught in the same noose، ويتم يعني اصطيادهم بنفس النوس، النوس اللي بتتلف حوالين عنق زي المشنقة، يعني بتتلف حول عنق الحيوان لاصطياده. so he commands Apollo the seer who's never lied before، وده كان أمر من أبولو نفسه. يعني أيضا في صفحة 218 و219 الحوار بقى الأخير اللي بين أوريستيز وبين أمه كلايتمنسترا، حوار جميل جدا ده في المسرحية الثانية. يعني تقول له إيه، يا شافت إنه هو شكله داخل ناوي على إنه يقتلها، يعني فتقول له I gave you life let me grow old with you، أنا أعطيتك الحياة دعني أعيش معك أكبر معك، يعني سيبني أكبر وأعجز وأعيش. فيقول لها what kill my father then you'd live with me، أنت قتلت أبي وتريدين أن تعيشي معي. فتقول له destiny had a hand in that my child، القدر والمصير، القدر يعني المصير له يد في هذا، القدر له يد في هذا يا طفلي يا ولدي. فيقول لها this too destiny is handing you your death، والقدر أيضا هو الذي سيجلب لك موتك.
You have no fear of a mother's curse, my son. يعني ألا تخشى من لعنة أمك، لعنة روحها يعني بعد ما بعد أن تموت. ولا mother, you flung me to a life of pain. أنت ألقيتني في حياة من الألم. فتقول له never flung you, placed you in a comrade's house. أنا لم يعني أتخلى عنك أبدا، تركتك في بيت comrade، زميل يعني رفيق. فقول disgraced me, sold me a freedom father son. أنت يعني ألحقت العار بي وبعتني. Freedom, a freeborn, sorry, a freeborn father son. يعني ابن لأبيه ولد حرا. فتقول له oh then name the price I took for you. يعني أنا بعتك، طب قول السعر اللي أنا بعتك قبضت إيه، يعني بعتك بإيه. يقول I ashamed to mention it in public. فيقول أنا يعني أشعر بالخجل أن أعلن عن السعر، هذا السعر يعني in public. فتقول له please and tell your father's failing too. وقول في أي شيء يعني قصر أبوك، فشل أبوك. فيقول never judge him, he suffered, you sat here at home. فبقول لا تحكمي علي، هو عانى في حين كنت أنت جالسة هنا في البيت. فهي تقول it hurts women being kept from men my son. فتقول يعني it hurts women to, شيء يؤلم المرأة أنها تكون بعيدة عن رجلها. فيقول perhaps but the man slaves to keep them safe at home. الرجل يعني بيتعب ويشقى كي يضمن لهم السيف، to keep them safe at home، يعني كي يعيشنا في أمان في البيت. الحوار طويل وحوار جميل، مش عايز أقرأ كل جملة، إنما دي أقوى حوار في المسرحية التانية. المسرحية التالتة يعني فيها بقى حوارات كتيرة أوي جميلة، مش عاوز أقرأ كل حاجة، إنما يعني أنصحكم بقراءتها سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية. لكن الحوار بين أثينا وبين الفيوريس الغاضبات دول، الربات الغاضبات أو الجنيات الغاضبات، حوار ممتع. وحوار أبولو أيضا حوار جميل جدا، لو هقرأ كل سطر جميل يعني سأخذ وقت طويل قوي. إنما كده يعني أعتقد أعطتكم يعني مجرد لمحة كده، عشان مجرد فكرة بس عن المسرحية، عشان يبقى عندنا مجرد the taste of it. يعني ناخد كده فكرة عن تذوق المسرحية مكتوبة ازاي او بتحكي عن ايه. ان شاء الله نقدم اعمال اخرى، والاعمال الاغريقية ديت يعني الاساطير الاغريقية دي والاعمال المسرحية والشخصيات الاغريقية بيعاد استخدامها في الأعمال الأدبية الحديثة حتى يومنا هذا، لأنه يعني نبع لا ينضب، وهو زي ما قلت هو الفاونتين الأساسي، the main fountain، الفاونتين النبع الأساسي للفكر الغربي والثقافة الغربية. يعني مثلا هذه الرواية لمادلين ميلا سيرسي ممكن أبقى أقدمها إن شاء الله فيما بعد، هي انترناشنال بيست سيلر. وسيرسي طبعا لو تابعتوا المحاضره اللي قدمتها عن ملحمه الأوديسة، المفروض تعرفوا مين سيرسي ديت. دي الربة التي احتجزته في جزيرتها لمده عام، وحولت بعض رجاله الى خنازير، وهو انقذهم فاعجبت به، ويعني she kept him for one year on her island، واحتفظت به لمدة عام على جزيرتها. إن شاء الله نبقى نقدم العمل دوت، ولكن ننتهي من الأصول الأول، يعني لأن المسرحيات الإغريقية القديمة يعني تستحق أن نلقي عليها نظرة ونعطي نبذة سريعة عنها إن شاء الله في الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة. وحتى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.